ما حكم استعمال العطور التي بها نسبة من الكحول؟ إذا ثبت أن فيها نسبة من الكحول فلا يجوز استعمالها، لأن هذا استعمال للخمر وإن كان قليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إذا مجرد شائعة، شائعات إنها الطيب فيه كحول وما ثبت، إنما هي شائعات، فالأصل الإباحة والحمد لله.